أقبل سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة سعادة الدكتور العين طلال أبو غزالي مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالي الدولية، حيث تم استعراض ترسيخ التعاون المتبادل في المجالات كافة ومناقشة مستجدات عالمي المال والأعمال مع التطرق إلى الوضع الاقتصادي في الدولة وفي المحيط الإقليمي والساحة الدولية. كما طلع سموه من سعادة الضيف الزائر على آخر التحديثات فيما يخص قانون التدقيق والمحاسبة الدولية، علما أن مكتب أبو غزالي للتدقيق والمحاسبة الذي تم افتتاحه مؤخرا في الإمارة يقدم خدمات مهنية وتعليمية وفقا لأعلى المعايير المعتمدة. كان ذلك بحضور الشيخ حمد بن صالح الشرقي وسعادة محمد عبيد بن ماجد العليلي مدير دائرة الصناعة والاقتصاد وسعادة سيف سلطان السلامي المدير التنفيذي لمجموعة الفجيرة الوطنية وعدد من مسؤولين